بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الندوة المفتوحة يوم الخميس، وكما هي العادة الندوة ما مقيدة بموضوع معين، لكن الأمر اللي بهمنا في الوقت الحاضر هو أمر الدستور، ومهرجان الحزب في العيد كان عن الحقوق الأساسية في الدستور. من يوم الخميس إلى قدام لمدة أسبوع، الخميس 13 للخميس 20، سيكون أسبوع الحقوق الأساسية. ما هي وكيف تحمى وتضمن في دستور السودان الدائم؟ ومن هنا اهتمامنا بالدستور، وجعلنا انه الموضوع الاساسي في الندوة هو الدستور والحقوق الاساسية. لكن زي ما قلنا ما في واحد مقيد بأن يلتزم النقاش حول الدستور وحده. في مسألة الدستور الإسلامي، ونحن كنا قمنا أسبوع في معارضة ما سميناه الدستور الإسلامي المزيف. الدستور الإسلامي ما بيعارض، الدستور الإسلامي المزيف خطر شديد الخطورة، وكأنه الفكر الإسلامي عنده وجهين، وجه صحيح ووجه هو الفكر السلفي اللي يجي منه الضرر من ناس بيستغلوه بسونية لتنظيمنا السياسي، وذي القليلين المنتفعين من تزييف الفكرة دي والالتزامة قليلين، لكن أغلبية الناس ضمائرهم طيبة، والجهل هو البيضع الناس في وضع سيء. وما أعتقد أنه في أمر في البلد ده مجهول أكثر مما مجهول الإسلام. الإسلام مجهول جهل كبير، وأسوأ ما في جهلنا بالإسلام نحن ما شاعرين بأننا جاهلينه، شاعرين بأننا علماء وأننا عارفين الإسلام، وأن مسائل الإسلام معروفة بالضرورة، وأن العبارات اللي بنقولها تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعد كتاب الله وسنتي. نحن لما نقول الكلمات دي بنعتقد أننا قلنا أفكار، ما خلينا حاجة، قلنا فهم، لكن الواقع أنه دي نصوص، والنصوص عايزة أن تفهم. نصوص المصحف نفسها ما تغني عننا شيء إلا إذا كان فهمنا المصحف وحضناه وهضمناه وصدر من صدورنا. المصحف في القراطيس ما بيتكلم، إلى أن يكون زي ما قال عنه ربنا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالنصوص ما تغني عن الناس شيء، لكن الجهل الكبير اللي نحن متورطين فيه هسه أن فقهانا وعلمانا ودعاتنا الإسلاميين لما يقولوا نص من الحديث أو نص من القرآن كأنما انتهى الأمر، ما في تاني مشكلة. أنا أفتكر أنه ده أسوأ أنواع الجهل. الجهل شيء، وأن تعلم أنك جاهل دي كويسة، لكن أسوأ ما يكون في الأمر أن الإنسان يكون جاهل ويجهل أنه جاهل، وده وضعنا نحن من الإسلام في الوقت الحاضر. الوجه ده الخطر منه بيجي من انه الناس الجهل اللي بيتكلموا عنه او الناس المغرضين اللي بيستغلوه يمكن ان يجدوا بسهولة مساندة الشعب السوداني عن بكرة ابيه، وده خطر كبير. الوجه الثاني من الاسلام، وده الوجه الصحيح الفعل الناس محتاجين له، البشرية كلها محتاجة له، السودانيين المسلمين البشر كله، ده غريب على الناس هسه، غريب ومستنكر. والواحد يعني من الدعاة الى الاتجاه ده
يساوروا شيء من الياس شيء من الشك لشده انصراف الناس عنه، لكن هو راح ينتصر في الاخر. ده قولا حتما، قولا واحد انه الاسلام الصحيح راح ينتصر، والناس اللي بيتمسكوا به بيكونوا في زي ما قال عنه نبينا كالقابضة على الجمر، علينا ان يصبروا. قد يقول واحد او يدور بباله انه لي خطورة موضوع الدستور الاسلامي المزيف وانه عنده فرصة ليمر، قد يقوم ببال بعض الناس انه حتى مساندة الدستور العلماني احسن من الدستور الاسلامي المزيف. نحن الجمهوريين عندنا الشعار اللي عرضناه كثير ودائما بنقوله، الدستور العلماني خير من الدستور الاسلامي المزيف. الدستور العلماني بنقول خير من الدستور الاسلامي المزيف، لانه الدستور العلماني باطل عريان، والباطل العريان يمكن للناس ان يتفقوا على بطلانه، لكن الباطل اذا اتلف في ثوب من قذاسس الاسلام بيصعب تمييزه. انا وياك بنتفق على ان الدستور العلماني يجب ان نغيره، لكن ما بنتفق على ان ده دستور اسلامي نغيره، ما بنتفق ان الدستور ده ما اسلامي. وقد تجد انت من يساند الدستور اللي عنده توب الاسلام اكثر من اللي بعارضه. لكن هل معنى ده اننا نحن كمرحلة ندعو الى الدستور العلماني؟ لا، والاعتبار قائم بانه نحن في الحقيقة ما بننصر الحق باكثر من التزامه. الناس اللي بينصروا الحق بيلتزموا الحق. المسيح عنده عبارة قال اعرف الحق وسيجعلكم الحق احرارا، والحق ناصر الله دائما، والناس الموصوفين بنصرة الحق هم الناس اللي استعملوا ربنا استعمال صالح في نصرة الحق، ادوات. فاذا كنت انت عايز تنصر الحق انصر في نفسك والتزم واصبر عليه حتى ولا تستعجل. يجي القرآن يقول اتى امر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. اتى امر الله، الحق جاي، واستعجال الحق باطل الى الحدود دي. لا يمكن للإنسان أن يقول أننا نحن مثلا ندعو للدستور العلماني لأسباب. واحد منها أصيل، واحد من الأسباب أصيل أن الدستور العلماني فعلا باطل دون المستوى. الدستور العلماني فيه الحقوق الأساسية، الدستور اللي نحن بنتكلم عنه دستور صحيح. يعني مثلا دستورنا دستور السودان المؤقت المعدل سنة 64، وفي الندوة الفاتت كنا جبناه هنا قرأنا لك من الحقوق الأساسية. الدستور ده دستور علماني فيه الحقوق الأساسية، هو دستور ديمقراطي. والحقوق الأساسية قلنا هي حق حرية العقيدة وحرية الرأي، ودول فروع من حق الحياة. حرية العقيدة عندنا في المادة 5.1 بتقول لكل مواطن الحق في حرية العقيدة، المادة 5.2 بتقول لكل مواطن الحق في حرية الرأي. هذا الدستور العلماني، هو في الناحية دي اسلامي، لكن التفريع عليه في الناحية العلمانية أقل جودة منه في الناحية الدينية. والسبب انه الدستور الديني بيستطيع ان يحقق الاشتراكية والديمقراطية في نظام واحد. في العالم اللي احنا بنعيش فيه الديمقراطية منهزمة عند الشرقيين، عند الروس مثلا الديمقراطية مهزومة، وعند الغربيين الاشتراكية مهزومة.
وكونوا الغربيين ما استطاعوا ان يجمعوا بين الديمقراطيه والاشتراكيه جعلوا عاجزين عن ان يكونوا ديمقراطيين، مع انهم بيقولوا هم ديمقراطيين وعندهم دساتير وعندهم انظمه للانتخابات وعندهم هياكل دستوريه، لكنهم ما هم ديمقراطيين لانه الضعيف فيهم محتاج للنظام الراسمالي، الضعيف اصبح محتاج واصبح الغني صاحب رزق، صاحب رزق الضعيف، مهيمن على مصير الضعيف اقتصاديا. والانسان المحتاج ما بيقدر يكون حر. الشرقيين مهزومة عندهم الديمقراطية ولا بيدعوها، استغفر الله، هم بيقولوا انهم ديمقراطيين لكن دعوتهم ما قايمة على انهم في اي صورة من الديمقراطية، هي تزييف في الحقيقة. الاشتراكية عندهم الديمقراطية مهزومة، والاشتراكية انهزمت لهزيمة الديمقراطية. عند الغربيين الديمقراطية انهزمت لأن الاشتراكية ما في، هزيمة الاشتراكية عند الغربيين هزمت الديمقراطية، لأنه بقى الإنسان محتاج وبقى حق الاختيار في ورقة الانتخابات حبر على ورق. عند الشرقيين الديمقراطية مهزومة، وهزيمة الديمقراطية عند الشرقيين جعلت الاشتراكية نفسها مهزومة، لأنه الناس كأنما مربيين تربية العبيد، ما في الحرية، والإنسان اللي عايزه ينتج يكون عنده ضمير لينتج، يكون عنده دافع لينتج، لازم يكون عنده دوافع طبيعية من داخله، حرية. هزيمة الحرية في الشرق هزمت الاشتراكية، هزيمة الاشتراكية في الغرب هزمت الديمقراطية. ويمكن للإنسان أن يقول حاجة الإنسانية بكرة أن يكون في النظام المجمع بين الاشتراكية والديمقراطية، والاشتراكية وسيلة الديمقراطية، والديمقراطية وسيلة الإنسان. المسألة سلم بالصورة دي، الاشتراكية وسيلة الديمقراطية، الديمقراطية هي الحرية في الجماعة، الحرية في الجماعة هي وسيلة الحرية الفردية. الحرية الفردية بالمستوى المعروف به في الدين، ما معروفة في أي فلسفة. مثلا الدين عنده أنه الحرية الفردية حرية مطلقة. المسألة دي عند الفلاسفة الاجتماعيين عبر التاريخ الاجتماعي، الحرية الفردية المطلقة فوضى. يقول لك المفكر الاجتماعي بالصورة دي أنك إذا كان أنت عايز الحرية الفردية المطلقة أنت عايز فوضى، وعند الحرية بالضرورة مقيدة، والحرية مؤكد لابد تكون مقيدة، لكن هل نهايتها أن تكون مقيدة؟ هل قصاراها أن تكون مقيدة؟ هل قمة الحرية القيد؟ ولا القيد انطلاق من المحدود للمطلق؟ في الفكر الديني أصل المحدود ما عرف إلا لأنه تنزل عن المطلق. الأصل في الدين هو الإطلاق، بعدين الأصل فيما تشعر به أنت وأشعر به وأنا هو الحاجة للإطلاق. أنا وإنت عايزين نكون أحرار لغير حد، دي مؤكد بنجد في أنفسنا جاهزة مركوزة. أنا وإنت عايزين نكون أحرار لغير حد، لكن ما ممكن نحن نكون في المجتمع أحرار لغير حد إلا إذا كنا بنحسن التصرف في الحرية غير المحدودة. كأنه الحرية في الجماعة لابد أن تكون مقيدة. قال التفكير الاجتماعي المعروف العلماني، حريتك تنتهي حيث تبتدي حرية جارك. حريتك يجب ألا تتعدى على حرية جارك. أبي حرية مقيدة، دي في الإسلام كده، في التفكير العلماني كده، ما في حرية إلا هي مقيدة بالقانون. إذا كان القانون ما في، الحرية تبقى فوضى. بل الحقيقة أن الحياة الاجتماعية لا تستقيم، زي مثلا لعبة الكورة بيقفوا منها 11 بهنا و11 بهنا، وفي الشاهد وعنده قانون، وكل واحد من ال11 عنده منطقته اللي بيلعب فيها، وكل حركة من الحركات اللي انت بتلعب بها محسوبة وعندها نظام وقانون،
اذا تعديت عليها هو بصفر. اذا كان القانون ده ماتي في لعبة الكورة، لعبة الكورة ما بتبقى لعبة. فالقانون هو في الحقيقة حيث قيد الحرية وجهها وجعل حرية، لكن في النظام الإسلامي دي نقطة البداية، بل اللي سميناه الديمقراطية. الاشتراكية وسيلة للديمقراطية، الديمقراطية وسيلة للحرية الفردية. الحرية الفردية عايزة تكون مطلقة لا قيد عليها، لكن ما بيجي بالتمني ده. انت ما ممكن تقول انك عايز تكون حر حرية فردية مطلقة لمجرد انك عايزة، لكن اذا احسنت التصرف في الحرية الفردية المطلقة بتصبح انت صاحب حرية فردية مطلقة، لكن القيود نابعة منك. كأنما الانسان اللي بيعيش في منطقة الحرية المعروفة بيعيش في منطقة القوانين، اذا احسن وعاش فوق للقوانين بقت قوانين واخلاق، وبقى بأخلاق راعي لتصرفه وسلوكه، بقى ضمير رقيب عليه. أحسن التصرف فوق مستوى القوانين ده يمكن أن يكون حر حرية فردية مطلقة. ودي الحقيقة العايزة أنا وعايزة أنت وعايزة الثالث والرابع. الدين وحده والدين الإسلامي بصورة خاصة هو اللي بيتمكن من الوضع ده، لأن الدين الإسلامي بمنهاجه التربوي بيسير الناس الى ان يكونوا موكلين ومكلفين بالتجويد، زي ما قال نبينا عن صهيب، قال رحم الله العبد صهيب: لو لم يخف الله لم يعصي. الناس بيطيعوا الله خوف النار والرغبه في الجنه، هو قال ده لو ما خاف الله ما بيعصيه. هنا كانما ارتفع من القوانين، بقى عرف القيمة الإلهية اللي هي أن المعصية بتبعد من المحبوب، مش حكاية العقاب والثواب. الدين عنده النهج ده، ولذلك الحقوق الأساسية أصالة وعراقة موجودة في الإسلام، ودي حاجة الإنسان. البكرة الإنسان بقدر ما طاقته المادية اتسعت بصورة لا تقاس بالطاقة المادية في القرن الماضي، طاقته الروحية والفكرية متسعة، وعايز فعلا يخرج عن القيود. ولكن القيود لما نقول يخرج عنها، يخرج عن أن يكون غيره رقيب عليه. فإذا كان الإنسان رقيب على نفسه ده الحر. الإنسان الرقيب على نفسه ما محتاج لروادع من برة ودوافع من برة لتحمله على فعل الخير، ده حر. هنا نحن عندنا في الإسلام الحرية على مستويين: حرية في الجماعة، ودينا يمكنك أن تسميها الديمقراطية، هي أن يكون الإنسان بيفكر كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول، على شرط أن عمله لا يتعدى على حريات غيره. إذا تعدى على حريات غيره بتصادر حريته بالقانون. القانون في الإسلام قانون دستوري بتوخى إصلاح المعاقب. الإسلام عندما يوقع العقوبة على المعاقب المقصود إصلاحه ليتأهل لأن يكون حر فعلا. بعدين إذا بقى حر حرية فردية مطلقة بيبقى تعريفه هو الذي يفكر. الحر حرية مطلقة هو الذي يفكر كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول، على شرط أن عمله لا يكون إلا خير وبر بالناس. ودي منطقة الأخلاق، ارتفع فوق قوانين الجماعة. هنا القيمة دي في الإسلام اللي هي في الحقيقة في مستوى طاقة البشرية الحاضرة والمتفتقة باستمرار، هو اللي يجعل التزامنا بالدستور الإسلامي أصل لا يمكن أن نحيد عنه. تبقى المسألة الثانية اللي بتمنعنا من الدستور العلماني هي أنه في بلدنا العواطف الإسلامية كبيرة جدا، الرغبة في الدين والمحبة للدين لا حدود لها. ومرات نحن قلنا أنه شعبنا ده يمكنك أن تضلل بالإسلام تماما لمحبته للإسلام، والطائفية ما وجدت فرصتها في تضليلنا إلا لأننا استعدادنا للإسلام وحبنا للإسلام وتعاطفنا مع الإسلام كبير.
فإذا كان نحن قلنا أو يمكنك أن تقول بعض الناس اللي بيدعوا للدستور العلماني، إذا قلنا نحن ندعو للدستور العلماني نحن في الحقيقة أصبحنا منفصلين عن شعبنا تماما وتركناه غنيمة سائغة للطائفية اللي تضلل هي شعب مثل شعبنا. إذا أنت جيت قلت له أنه نحن أحسن لنا الدستور العلماني لأنه الدستور الإسلامي كده والدستور الإسلامي كده، أنت وفقدته وديت الفرصة لأن تعيش فيه الطائفية الفساد. أنت لا يمكنك أن تحارب الطائفية إلا بالسلاح ده نفسه. الحقيقة حتى الواحد يمكن أن يقول لو كان الدستور الإسلامي في حد ذاته ما عنده قيمة للأسلوب التكتيكي في هزيمة الطائفية يوجب أن تكون الدعوة دينية حتى لو فرض أنك أنت ما عندك ثقة في الإسلام. أنا أقول الكلام ده للشيوعيين، حتى الشيوعيين ما بكونوا أذكياء إذا باشروا شعبنا ده بمسألة فيها اتجاه للدستور العلماني، بيكونوا فعلا خلوا للطائفية فرصة لتكسب. جايز الشيوعيين النقطة دي يكونوا واعينها، لكنهم يقولوا أن الطائفية لا يمكن أن تصلح الشعب لقدام، والشعب ماشي في تفتق وفي تحرر وحاجياته كثيرة، نحن نخلي الطائفية تنتصر بالإسلام. ندعو نحن للدستور العلماني وتي تدعو للدستور الإسلامي بتضلل الشعب، بعدين الشعب بيتلقن وبيعرف وبجينا. جايز يقولوا هم الكلام ده، لكنه طبعا خطأ بيجي لأنه هم ما عندهم زمن عشان ما يجيهم الشعب راجع تاني، هم برضو ماشيين في انحلال. فكرة الماركسية في مراكزها ماشية في انحلال، وهي ما صاحبة المستقبل، هي مرحلية جميلة وعدت دورة في التاريخ، ولا يمكن أن تكون هي صاحبة مستقبل البشرية. السببين ديل، السبب المرحلي اللي هو أن شعبنا بيتعاطف مع الإسلام يجعلنا نركز على دعوة الدستور الإسلامي الصحيح، وبين نستطيع أن نكشف الطائفية وأنها هي ما داعية إسلامية. مجال الناس أن يتحرروا من الطائفية أن يعرفوا أنهم ما هم دعاة إسلاميين بعرض الفكرة الإسلامية الصحيحة بإذاء فكرتهم الخاطئة. وده ما بنعمله نحن في مناهضة الدستور الإسلامي الزائف، في حقوق الأساسية، في دعوتنا للإسلام اللي انتوا شايفينها ومستغربة هسه ومعزولة، لكن ما في سبيل غير ده. والناحية الثانية أن الإسلام في المستويات المرحلية المستويات التطورية لمجتمعنا البشري ما في غنى عنه. من أجل ذا أنا أفتكر أن المثقفين حقهم يجمعون على دراسة الفكرة الإسلامية. نحن الجمهوريين مقدمين الفكر ذا، لكن يكون في بال الناس أنه نحن لما نجمع الناس وندعوهم للفكرة اللي نحن بنقدمه كأنهم بندعوهم لأن يكونوا جمهوريين، وده عمل فيه شيء برضو من يعني مش مناسب. أنت تدعو حزبي ليدخل في حزبك كأنه عمل ما هو لايق. لكن لو كنا نحن بنعتقد أن مسألتنا هي مسألة حزب، أنت تنصرف من حزب لحزب، كنا بنخجل شوية على الوضع. لكن نحن واثقين من أنه دي الدعوة للإسلام، ونحن في وقت قريب قعدنا نركز على أن يفهم أن الحزب الجمهوري مش حزب، الحزب الجمهوري داعي إسلامي، والفكرة اللي بيقدم الحزب الجمهوري مش بتاعه، هي الإسلام، هي بتاعك، هي بتاعت الثالث والرابع، ونحن ما داعين واحد لينا. بمعنى نحن جمهوريين ما بنجي لأي زول يكون مكتوب في كشفنا وننظم تعدادنا ونقول له بكرة الدائرة بتاعتنا دي نحن بننافس فيها ونحن جايبين لكم فلان ليه تصوتوا له، ودي ما بنعملها. ومن هنا نحن ما داعين زول لينا، نحن داعين كل زول لنفسه. ده اللي بخلينا نحن ما نستخزي من أننا بندعو الناس فعلا بصورة كأنما بندعوهم لحزبنا، لكن السبب هو أنه نحن ما منظمين حزبيين بمعنى أنه عايزين أصوات الناس. نحن بندفع فكرة هي الحق لصدور الناس، من شاف ليؤمن ومن شاف ليكفر. الندوة دي اتقدمت بالصورة دي لكنها مش مقيدة لأي إنسان. أي إنسان عنده سؤال في أي اتجاه من الاتجاهات نحاول نتعاون عليه، ما في قيد على المقدمة دي على الندوة.
نسمع منكم ان شاء الله. هما سؤال الحقيقه، لكن عاوز تعليق الاستاذ عليه. الاشتراكيه طبعا نظام اقتصادي، وفي رايي انا حسب ما بعرف الاشتراكيه نظام واحد ما انظمه كثيره، لكن بتختلف باختلاف النظام السياسي اللي في ظله تطبق. لكن هسه الواحد مجرد ما يقول اشتراكيه وبالي يروحوا ناطين الناس ويلموا بينه وبين النظريه الماركسيه. انا ما اعرف الخلط ده جاي من وين، وانا بشوف انه الجماعه اللي بيقول الكلام ده بيخدموا الشيوعيين، لان الشيوعيين بيحاولوا يكوشوا على الاشتراكيه ويربطوا بينه وبين النظريه الماركسيه. والجماعه اللي بيقول الكلام ده بيقولوا انه ما في اشتراكيه الا معاها الحاد، ما ممكن تطبق اصله غير كده. عاوز الاستاذ يعلق لي على اللبس ده جاي من وين. بعدين عن الناحية الإلحادية برضو، أنا حسب ما بعرف أنه ماركس عمل أو نشر الناحية الإلحادية وهاجم الأديان خوفا من الدين الإسلامي وخوفا من أنه المسلمين قد التفتوا في أي يوم من الأيام لدينه ويبعثوه ويرفعوه فوق لغاية ما تكون الأنظمة كلها بما فيها النظام الشيوعي دونه. فهل الاستنتاج ده صح؟ وإذا صح، هل ماركس كان عنده غرض غير كده؟ فعايز الأستاذ علق على الكلام. في أن الاشتراكية ماركسية، افتكر جاي من نجاح التطبيق الماركسي. لما جاء كارل ماركس ليدعو الى الاشتراكيه، كان مسبوق باشتراكيه، هو سماها اشتراكيه مثاليه. الاشتراكيه المشهور في فلسفته روبرت أوين البريطاني. روبرت أوين كان قبل كارل ماركس، وكان هو نفسه صاحب مصانع سري رأسمالي، وكان بيرى أنه العمال حقه ينصفوا، وبيحاول أن يمرر تشاريع في البرلمان البريطاني تنصف العمال. ويقال انه هو اول من استعمل كلمة الاشتراكية، لكنه ما كان بيرى الثورة، بيرى التطوير الوئيد بالاصلاحات القانونية من داخل الهيئة التشريعية. بعدين ماركس كان في المانيا، ماركس كان ساير، طرد من المانيا جل فرنسا، بعدين طرد من فرنسا مشى بريطانيا، درس في بريطانيا مسألة الاشتراكية، وكان بيعتقد انه هو ساير زي ما قلنا، كان بيعتقد انه ما ممكن الانسان المستغل لك يديك حقك بمسائل سلام، لابد أن تنتزع حقك منه. وبعدين في فرنسا كانت قائمة دعوات اشتراكية كبقايا من الثورة الفرنسية اللي انهزمت. الثورة الفرنسية انهزمت بمعنى أنها رجعت في عهد نابليون لديكتاتورية. هنا كانت في بقايا من الاشتراكية دي، الثوار الفرنسيين بيعتقد أن أسلوب الثورة هو الأسلوب الاشتراكي الصحيح. الكلام ده عجب ماركس وسمى اشتراكية روبرت أوين مثالية، وأخذ أسلوب الاشتراكية الفرنسية وجاب فيها المبادئ بتاعته اللي بتقول أنه القوة والعنف هما الوسيلتان الوحيدتان لإحداث أي تغيير أساسي في المجتمع.
ده من واحد من اربع بنود. قال منهم ان التاريخ سجل للصراع الطبقي. تلقاها ماشيه في الاتجاه ده. انه العوامل الاقتصادية هي اللي بتصنع التاريخ. انه الحكومة عبارة عن لجنة تنفيذية للطبقة المستغلة. اي حكومة في النظام الرأسمالي ماركس بينظر لها كأنها لجنة تنفيذية في ايد المستغلين. ما بيرجى منها خير للمستغلين. بعدين جاءت الحكاية اللي قالها انه العنف والقوة هما الوسيلتان الوحيدتان لإحداث اي تغيير في التاريخ. ودي كلها مستقاة من التفكير الاشتراكي الفرنسي. هو عجبته الفكرة دي حتى مسألة الشيوعية مش الاشتراكية اخذها من التفكير الفرنسي. بعدين كارل ماركس ما طبق المسألة، جا لينين طبقها. نجاح التطبيق ده جعل فكرة كارل ماركس تكوش على التفكير الاشتراكي كله. بعدين النشاط الشيوعي. هسه نحن عندنا في السودان هنا الشيوعيين، اذا انت عايز تكون اشتراكي يلغوا في روحك انك انت ماركسي. ان تكون اشتراكي غير ماركسي دي ما في، ما بتدوك فرصه لان تفهمها بالصوره دي. لكن الحقيقه ان الاشتراكيه قبل كارل ماركس في، واخطاء كارل ماركس تجعل يعني الاشتراكيين المناقين للاشتراكيه موجودين بعد كارل ماركس. الاشتراكية بالمعنى ده هي نظام اقتصادي يقوم على بطبيعة الحال من البداية تمليك وسائل الانتاج للجماعة، بعدين استغلال وسائل الانتاج في زيادة الانتاج وعدالة التوزيع. اي نظام اقتصادي يملك وسائل الانتاج للافراد ده شرط. إذا كان في نظام اقتصادي ملك وسيلة الإنتاج لفرد واحد أو أفراد قليلين في صورة شركة، وسائل الإنتاج الأرض مثلا والمصنع والمعمل، إذا ملكهم فرد واحد أو أفراد قليلين ده نظام رأسمالي. ولذلك أدنى منازل الاشتراكية أن تكون وسائل الإنتاج مشاعة مملوكة للناس، بعدين تستثمر تستغل في زيادة الإنتاج، لأنه بطبيعة الحالة الاشتراكية هي عدالة التوزيع. لتوزع بعدل لازم يكون عندك شيء توزعه، لذلك لازم يكون في انتاج، بعدين يكون في عدالة في التوزيع. النظام ده نظام ما بيختلفوا فيه الناس. الاشتراكية علميا هي شيء واحد. ومن الغلط ان نقول اشتراكية عربية واشتراكية اسلامية، اشتراكية زي كانوا ينسبوا لين كروما اشتراكية لتيتو اشتراكية، ده كله غلط. زي ما قال صلاح الجهاز اللي بيطبق المسألة دي هو اللي بيديها صبغة. فإذا كان الجهاز ده ديكتاتوري الاشتراكية بتبقى ماركسية، بتبقى شيوعية، بتبقى على النظام الروسي والنظام الصيني. إذا كان الجهاز ده ديمقراطي وده ما حصل لسه في التاريخ، دي بتبقى إسلامية. لغاية الآن ما فيش اشتراكية بتطبق بنظام ديمقراطي، لأن هي إلى حد كبير بتهتم بزيادة الإنتاج. وزيادة الإنتاج في مستوانا البشري اللي قطعناه من 50 سنة ولغاية الآن احنا بنعيش في عقابه، بيقتضي أنك تسوق الناس سوق العبيد. الناس عمال، العمال دول انت تخطط لهم وتحدد لهم ساعاتهم وانتاجيتهم. من هنا تجي الدكتاتورية. عندك عدد من العمال بتوديه بتراقبه. اذا كان العمال ما راقبتهم او ما اديتهم مقطوعية ما بينتجوا. هذه حكاية العبيد. نحن الحقيقة طلعنا من الطور العبودي للطور العمالي اللي هو مرحلة في استعباد الانسان برضه. العبيد انت بتعرف انه لو ما راقبته ما بينتج. ما خاف ما بيون. لذلك قال لا تشتري العبد الا والعصا معه. الصورة دي مش صورة شاعر ساكت، صورة حقيقية. انه العبد صلب انسانيته. ما بينتج بدافع من حرية، ينفع بدافع من الخوف. العامل مرحلة احسن من العبد لكن دون الحر. مهما قلت عن العامل. لغاية الان مرحلة العمال بالصورة اللي عليها الراسمالي
هي مرحلة استعباد برضو. ولذلك في الماركسية جاءت مرحلة الرقابة عليهم. الدولة عملت نفسها أكبر رأسمالي وأكبر مستغل وأكبر مراقب. ما جاءت الدكتاتورية من هنا. إذا كان الاشتراكية طبقت بالنظام الدكتاتوري هي ماركسية قول سوفيتية أو صينية زي ما تشاء فيها. أن تطبق الاشتراكية بالديمقراطية ده ما أجل لسه. ونحن نعتقد أن دي ميزة الإسلام، لأن الإسلام بيتجه إلى أن يربي الناس تربية أحرار ويوقظ ضمائرهم بالناحية التعبدية فيهم. ربط الإنسان بالغيب في العبادة عندها انعكاسات في المعاملة. هذا الكلام اللي بنقول قبل كان الناس محتاجين في الإسلام للإسلام فيه. الاشتراكية حاجة واحدة، إذا طبقت بنظام ديكتاتوري هي ماركسية، إذا طبقت بنظام ديمقراطي يمكنك أن تقول هي الإسلامية. ودي ما جات ودي ما نحن داعين لها في الوقت الحاضر. اللبس في أنه كل من يريد أن يكون اشتراكي لازم يظهروا بمظهر الماركسي أنه ماركسي، لأنه التطبيق نجح وأصبحت عمليا ناجحة، أصبح في وطن أم. نحن هسا بندعو للإسلام، نحن أيتام هسا. الشيوعيين لما يدعوا عندهم أم وأب، عندهم دولة أم، عندهم نموذج يعين داعي للتطبيق. الإسلام لأنه ما مطبق أصبح كأنه نظري. هسا كثير من الناس يقول لك الفكرة دي كويسة لكن 200 بتبقى، لكن في الشيوعية ما تقول 200 بتبقى. مهما تكلمت انت في الشيوعية هيقول لك روسيا طبقتها والدول طبقتها. هذه النجاح من الناحية دي جعل كل فكرة في الناحية دي تنصرف للشيوعية الماركسية. ولكن الحقيقة غير ذلك، بل الحقيقة ان الماركسية لو ما انهزمت الشيوعية ما تنتصر. احتاج يجي سؤال صلاح الثاني اللي هو مسألة كارل ماركس كان خايف من الأديان وكان خايف من الإسلام بصورة خاصة. أنا ما أفتكر كذا، أفتكر أنه كارل ماركس كان مخلص، هو فيلسوف فكره صافي، عنده قوة في الرصد والاستنتاج والمحاجة وإخراج فلسفته، وخدم الفكرة السياسية والاقتصادية خدمة كبيرة برصد ده وقوة فكره. لكن أنا أفتكر عنده عقدة من الدين، العقدة من الدين إلى حد كبير دفعوا لي رجال الدين. نحن هسا عندنا سودانيين، عندهم هسا الشيوعيين في السودان رجال الدين عقدوهم من الدين. ما دايرنه بإخلاص، ما دايرنه ويدعو للدستور العلماني، لكن في حقائق أنفسهم يعتقدوا أنه الدين أفيون الشعوب. كارل ماركس لقاه بالصورة اللي تدل عليه أنه أفيون الشعوب. وهسه نحن في الوقت الحاضر بنعيش في مرحلة الدين فيها أفيون الشعوب. والدين أفيون الشعوب معناه أنه في ناس بيستغلوه ويعطلوا به تفكير آخرين. الأفيون بيخدر. لما قال هم الدين فيهم الشعوب معناها بيخدر الإنسان، يعني يبطل حركته ونشاطه ويجعله قابل للإيحاء له بأن تسلط عليه أنت أفكارك وتسخره. هاي الطائفية بتستعمل الدين بالصورة دي نفسها. الطائفية بتعطل تفكير الناس، تخليهم مصبوبين في قوالب جاهزة، تجي الإشارة من زعيم الطائفة للناس ليتحركوا حسب إشارته. ده المعنى. هنا النقطة دي الحاجة اللي فاتت فيها كارل ماركس أنه الدين مش هو رجال الدين. وأنا افتكر دي جاته من عقدة، والعقدة في الدين بتجي بمعنى ممارسة معينة تنفر. الحكاية اللي ذهب ضحيتها كارل ماركس في تفكيره الشيوعي الماركسي أنه الدين فيهن الشعوب، وأن الدين البشرية احتاجت له في مرحلة معينة لما كانت عايزة أبو تعلق عليه مسؤوليتها في حالة طفولتها. النقطة دي أنا أفتكر جاته من العجز عن التمييز بين الدين ورجال الدين.
وعن حقائق الدين، عجزوا عن أن يدرك حقائق الدين، جاءوا في المسألة دي. فهو ما فكر في الدين الإسلامي، ما أفتكر أنه بيعرف أن الدين الإسلامي فيه قمم تهدد الماركسية. المسلمين ما بعرف ليه، وانت ما تنتظر من كارل ماركس أن تكون عند الفكرة دي. بيشعر أن الدين الإسلامي غير المسيحية، لأن الدين الإسلامي تعرض لتنظيم الدنيا زي ما تعرض لتنظيم الآخرة. المسيحية ثابت الدنيا لناسا وانصرفت لتوصي وصايا عن الآخرة. هو بيعرف الفرق ده، لكن برضو بيعرف أنه الناس كل ما فتحوا بيجوا أزكية، ودي هو متأكد منها أنها ماشية بالصراع الطبقي في المصالح، هم براهم بيتخلصوا من الدين، وكان بيعتقد كده. فمسألته الإلحادية جاية من ناحية هي أنه ساب الدين باعتبارات أن الدين مرحلة، جاي من ناحية هو أفتكر أن هذه يمكن تدلكم على عمق تفكيره. كارل ماركس بيرى أن المادة ثابتة للعقل، يعني الحيوان الأولاني الحي الأولاني ما عنده عقل لكن عنده جسد، ما عنده الحواس الخمسة اللي احنا هسه بناخذها بصورة بداهة. نحن هسه بنفتكر الحواس الخمسة دي دائما كانت فيه، لكن الحقيقة أن الحي الأولاني عنده حاسة واحدة هي الحس، اللمس، الشعور. بعدين كان الحي الأولاني بيلمس أو بيحس بجسده كله، لقدام يحتاج أن يحمي بعضه بجلده زي مثلا القوقعة. القوقعة بعيش فيها حيوان رخي جوا، لو كان برخاوته دي عاش حياته بتتعرض للانقراض، فقام عمل له محارة بقى بعيش جواها خارجة منه المحارة إفرازات من جسده نفسه، مثلا زي جلد الجرينتية أو جلد التمساح، ده ضروري له ليحميه. أو زي ما شفته بالقدح مثلا، السلحفاة البرية أو هنا في الجنينة مثلا عندها درجة من تحت ودرجة من فوق، بعدين بتندس كلها جواها. الحي مر على المرحلة دي، بقى حسه يتوظف في محلات، درجة العينين والأذنين، اللمس بقى حساس بجزء معين منه، والباقي الثاني بقى كالميت، ما هو ميت في الحقيقة لكن غليظ ليحميه. التطور ده نشأ منه في الحيوانات العليا العقل في الإنسان. فكارل ماركس قال المادة أصل والعقل تابع، والمادة ما محتاجة لعقل خارجي ليطورها. أنت ترى أنه فيها عمق في المسألة دي. العقل تابع، العقل جاء فيما بعد، المادة هي أصله. الحاجة الفاتت كارل ماركس أنه في عقل خارج المادة دي، هو العقل الكوني، العقل الإلهي، هو تطور المادة ليشأ منها العقل. هو لما وقف مع النقطة دي قطع الصلة بالغيب، ولذلك تلقى أنه تفكيره ما يسد إلا الدين، لكن فكرا واستقراء لتاريخ تطور الحياة هو صح. بس الفرق بين الحي والقفز للغيب هي اللي انقطعت وهي بسدها الدين. فهو في عنده أصالة وعنده ذكاء، لكنه ما ممدود بوسائل الوحي اللي بيعتمد عليها الإنسان الممرن دينيا ليستطيع أن يصل الحاضر بالغايب، أو يصل العقل المحدود بالعقل المطلق. الكلام القبيل اللي تكلمنا عنه في الحرية الفردية المحدودة والحرية الفردية المطلقة. فإذا كان ماركس ما كان سيانية، مش مبيت يعني فلسفته لتكون اغتيال لحريات الناس في الحقيقة، ده جهده وما أعطاه له فكره وفيه نقائص كثيرة. وأنا أفتكر أن الماركسية لو منهجة الاشتراكية ما تجد. الاشتراكية هي بنت الحرية، مش بنت أن الناس يساقوا سوق الثواب ويستذلوا كما يستذل الفقير.